احنا دابا في الوسط ديال ايملين، كاين واحد القنطره من هنا، الجبال هما هادو ديال جبال الاطلس الكبير. دابا غادي نطلعوا منهم، الطلعه كتخرج لواحد الشلال ديال ايملين. اذا هذه هي الطريق المؤدية لهذا الشلال. المسافة تقريبا هي واحد 700 متر. وهنايا راه كاين هاد الناس هادو تيكريو، اللي بغا مثلا يدير ديك الرياضة ديال المشي كيكريو هاد الأعمدة ولا هاد لي بيكين مع هاد الصبابط هادو. اذا لي بيكي تيحسبوا لهم 5 دراهم، وهاد الصبابط ديال المامارش ديال الروندوني كيحسبوا لهم 25 درهم. اذا هذه من احسن يعني المناطق، يعني جمالا او بالنسبه للنواحي ديال مراكش. اذا تقريبا هاد السياح اللي كيمشيو لمراكش في الغالب كلهم تيجيو لهاد المنطقه هذه الجمالية ديالها، وكذلك لهاد الشلالات اللي غادي نشوفوها الآن. إذا الطريق المؤدية للشلال هي هادي. في نفس الوقت راه كدوزو تما على كاين تعاونيات، كاين اللي كيصوبوا أملو وتيبيعوا داكشي الطبيعي يعني ديال المنطقة. إذا هادي هي الطريق، هاد اللوحات هادو إشارية بالنسبة للرياضات اللي كتوجه في الطريق ولا محلات تجارية إلى غير ذلك. إذا نشوفو هاد الطبيعة هادي الخلابة. اللي مازال يعني اللي ما عمرو ولا اللي ما شافش الفيديوهات اللي قبل هاد الفيديو هذا، راه درت الفيديوهات انطلاقا من مراكش باش تعرفوا اولا الطريق بالنسبه للسائقين. واللي مثلا ما عندوش سياره راه كاين تما السيارات ديال الاجره بالقرب من جامع الفنا. دنفت التعاونيه الزيت ارغان كيبيعها ب 600 درهم وبالنسبة لأملو كيبيعوه 160 درهم. حتى مازال بخير. تميزر هذا انت نيش ندورت مرحبا. لا صافي دابا منين شدينا لا تراجيكتور صافي. نقدر نسلكو معاك؟ ها نقدر نسلكو معاك؟ عاود الى درت جي بي اس نمشي ياخذ جي بي اس وتصور حتى حندار. ها هادي شحال اشوف اصر معاك وريني اللي انا سعيد. نفس الثمن صافي. شفت على مناظر تبارك الله، منطقة معروفة تقريبا بالأشجار. هذا خلاص الشجر ديال التفاح. وين جينا مع الخريف دابا احنا في نوفمبر 2024. انا اللي بغى يمشي على رجلي ولا اللي بغى انت يكري حتى البهيم. احنا دابا في الطريق ديال الشلال، كما كتلاحظوا الناس طالعين، كاين السياح اجانب على الجهد. لقينا هنا منتجات جميليه، داكشي ديال الارغان والعسل واملو. هنا اللي بغى يجي يدير شويه ديال الروندوني العقبه ديالو بصح. هذا دابا حنا طالعين، هذا هو لوطا تلاس.
هما شي متقاعدين عيانين في الدرع باش كيطلعوا والنصارى راهم حداهم. هنا فاش كتوصل واحد الملتقى ديال الطرق كتشدو اليسر، الاوراق ديال الشجر ديال القرقع كيطيحو مع الخريف كما سبق اللي هضرت عليه. كسبة هادشي كله سياحي وسط فوق الجبل ديال الأطلس الكبير. هنا كتشد واحد هاد المسجد، حيت كاين واحد الطريق لهيا واحد الطريق هنايا. السلام عليكم. واخا هيني شحال زيت تنزاوينا كل يوم في 8 ساعات. ها مويت خد غير وين النحاس وين النقرت المعدن هكاك سقسات خشى النحاس ذا كاين ياسر الشتا باش هذا سيد الاشهار. شحال صرت لي النقرت تا تا المعدن هكاك 70 درهم والله جبتي سيرة الدارشة تبارك الله الحرير ديال المياه. شحال هي انت؟ هذه ديال الصوف 20 درهم وهذو 20 درهم 20 درهم هذوك الحمر هذا الحمر وهذو كاملين الاخر داكور الله جبتي سيرة الماء تبارك الله باء ديال العين سارقوها تبارك الله المياه كيف كيف مدا مدا كيف كيف ها الصاقية تبارك الله ديال الماء. هاد الماء ني جاي من الشلال إذن حنا غادي نعدو للراس ديالو. إذن هادو دايرين سواقي باش كيسقيو الأشجار ديالهم الحقول ديالهم. هادو تنشوف الإشهار ويا شكرا. شحال كيدير هادشي داو؟ 10 درهم كيف كيف؟ هادو تكون جنجلة هنايا شحال؟ فيه كيلو ها كيلو هادو فيهم كيلو لا روب 300 هاد جلد نعيد ان شاء الله. شحال كيلو؟ لا وين وين دانيت؟ ورسي لي الخاوي بزاف ما يخمجن خاوي ديت ارد نعيد ان شاء الله. بسم الله ايد الفاروق يا مد المليس. نعم الفاروق مد المليس ورتيسين شنو مات الفاروق الفاروق داس تقتاهي يبدو يخدم يبدو الا ولنا دا تريمان هو انا تيستين يكون يمشحي 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 الا غر الفاروق. المهم هاد الدراوات هادو اللي لقى يعاونهم يشري عندهم شي حاجه راه داك الشيء زعما ما غاليش تيباع داك الشيء رخيص. شحال هذه؟ ثلاث قنوات هي تاه تاه تبارك الله الخرير ديال المياه كيتسمع من هنا. احنا قربنا دابا الشلال الرئيسي كما كتلاحظوا هنايا السواقي ديال الماء. وشوف السياحة انت التوريست كيجيو كيكتشفوا بلادنا والناس ديالنا كاع ما كيعرفوا هاد المناطق. تبارك الله المياه
اخرى من الخشب. لما تبارك الله مرايا هنا القنطرة ديال الخشب، كاين قناطر كاع ماشي غير قنطرة وحدة، كاين شي ثلاثة ديال القناطر باش توصلو للشلال. حنا قربنا الآن نوصلو للشلال. السلام عليكم. أخيرا وصلنا للشلالات، الشلالات هما هادو، من الجانب ديالهم كتلقاو هاد الناس هادو تيديرو القهوة وكيديرو العصير بأثمنة مناسبة، الماء بارد ما تشبعش منه. طاجين بسبعين درهم مزيان، عندهم الغنمي والبقري والدجاج. حنا دابا في الارتفاع ديال 1750 متر على سطح البحر. جبل توبقا تقريبا واحد 14 ولا 15 كيلومتر من هنا، وكاين الناس اللي تيديروا الرياضة المشي لهاد المنطقة ديال توبقا. شحال هذا تحسبتي منا؟ 30 درهم 25 درهم 25 50 20 درهم. ايوا دكور. هو هاد الناس هذا اللي وصل هنايا يشري عندهم. نلاحظوا السياح هنا عبد الجات. هذا هو طبقان، صورناهم من الجهه ديال الشلال ديال إمليل. تقريبا شي 4 كيلومتر من هنا. وهنايا كاين شويه الثلج حتى هنا شتي. شوف ديك البنايه هي واش طايل ولا شي فين راه الفوق شتي. بكل الماتيريال بكل الماتيريال يتشال لوطيلين ماد لوبرج ماد لوطيلين الا بريد دي غرازين الا بريد اغارس اغارس الطوموبيل غاسا دار هذا ما كدا تي لينا يسكي راه اللي كيديروا ليه. شوف من هنا راه الطريق راه منين دايزين لي توريست شفتيهم اللي بغا كيديروا اما البغال ولا لي روندوني بابي راهم فين غادي. دونك القمة ديالو راه عامرة بالثلج. هذا أحد أبناء المنطقة قالك اللي بغا يمشي مثلا الطبقال كيمشي إما كاين اللي كيمشيو البغال وعاودو من بعد كيكملو بالأقدام. منطقة في الحقيقة راه كيجيو لها توريست بزاف، السياح سواء السياح الداخلية أو السياحة الأجنبية. هذه منطقة في الحقيقة تستحق الزيارة. غالب هنا الأشجار ديال القرقاع وسائل ديال التنقل. ها هما هادو كيقول لهم 10 دراهم شريو عند هاد الناس مساكين هادو يصح لكم الأجر. كاين 10 دراهم 20 درهم 15 اختاروا هنايا باش تاخذوا السوفينير.